عيد هالهلالة كل الطرب يحلالة، العيد هالهلالة كل الطرب يحلالة. يا ربنا زيد النعم، يا ربنا زيد النعم، حسن جميع الحالة، حسن جميع الحالة. عيد الوطن يا محلى، هل السعد وهالوية. عيد الوطن يا محلى، هل السعد وهالوية. هذا الذي نتمنى، والعيد هالهلالة كل الطرب يحلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله كل خير مشاهدينا ومستمعينا، وصباحكم عيد، وعسى يومكم كلها عياد ومبارك عليكم العيد يا أهل قطر، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وعافية، وصباح عيد. صباح الخير يا خلود، وعيدك مبارك. أصبح على السادة المشاهدين والمستمعين أيضا، كل عام أنتم بخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بهذه المناسبة المباركة نرفع أو ترفع قناة الريان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهم الله ورعاهم، وأيضا إلى الشعب القطري الكريم وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الفطر بإذن الله. وحنا راح نكون معاهم كل يوم إن شاء الله لمدة 4 أيام، وإحنا معاكم ننقل لكم فرحة العيد من استديو صباح العيد يوميا، ابتداء من الساعة 9 صباحا، وفي أولى حلقات البرنامج إن شاء الله راح نكون معاكم لمدة 1.5 ساعة على الهواء مباشرة مع فقرات منوعة، نرصد لكم فرحة الناس بالعيد ونشارككم أيضا هذا العيد مباشرة مع ضيفاتنا من الاستديو، ونتمنى لكم إن شاء الله متابعة جميلة في كل عام، فكل عام وأنتم بخير. أيضا مشاهدينا واستمعينا الكرام، لا تنسون تشاركونا فرحة العيد من خلال أفضل صورة تقدرون ترسلونها لنا عبر واتساب 5001-2222، وأكيد ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم الجميلة حتى يشارك الجميع هذه الفرحة من خلال برنامج صباح العيد. لكن قبل ما نبتدي فقرات البرنامج، نحب نتقدم بالشكر الجزيل لمحلات بستاش أند مور، واللي تشاركنا فرحة العيد. الشكر الجزيل لهذه المحلات لتقديم الضيافة وتنسيق الورد، وكل عام والجميع بألف خير. ففي البداية مشاهدينا، أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير بلاد المفدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مصلى لوسير صباح اليوم، تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مصلى لوسيل صباح اليوم. وأدى الصلاة أيضا سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد. وألقى فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل ساير الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء خطبة العيد، حيث ذكر فيها بنعمة إتمام الصيام والقيام وبلوغ عيد أهل الإسلام، وأن ذلك موجب لحمد الله وشكره. وبين فضيلته أن شكر الله من أهم منازل العبادة للسائرين إلى ربهم، كما ذكر بما نعيشه من أمن عتيد وعيش رغيد وحكم رشيد، وأن ذلك من أهم عوامل وحدة المجتمع والتواصي بالبر وصلة الأرحام، ودعا للأمة الإسلامية بالوحدة وصلاح الحال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. فاستديو صباح العيد نعيش أجواء وفرحة العيد، وبهذه المناسبة الغالية علينا يسعدنا أن نرحب ضيفاتنا العزيزات الوالدة أم خلف حمد المهندي. عيدك مبارك يما، أعطيني الماي عنك شديت عينك، أعطيني حبيبتي. عيدك مبارك يما، شلون إن شاء الله طيبة؟ عيدك مبارك. طيبة نرحب بضيفاتنا الدكتورة حمدة المهندي، عيدك مبارك وكل عام وأنتم بخير. الله يسلمك حبيبتي وأنتم طيبين، عساكم من عواده. وايضا يسعدنا ان تكون معنا مصممات الازياء الهام الانصاري، عيدك مبارك يا الهام. يا هلا مرحبا فيكم جميع، ويعني خذناكم من مرحبا صباح العيد. شلون العيد يمويات؟ والله على عيد مبارك ان شاء الله حبيبي. عيد زين، عيد وناسه، العيد فرح، العيد طرب يا يمه. الحمد لله. عيدوا عليك اهم شيء العيال؟ وجل. ها؟ اهم شيء عيدوا عليك العيال. عيدت علي البنية اللي عندي، هي بنتين، واحدة بنتي فاضلة وبنات، هم اللي قاعدين عندنا الكبار ما قاعدين. حبايبي الله يحفظك. العيد مبين مخلف في اللبس الزين اللي لابسته والالوان الحلوة. الله تسلمين. هذا هو. اي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. العيد يجي لنا في السنة مرتين. هدية من الرب عز وجل، إذا ما لبستي في هاليوم هذي متى بتلبسين يا يما؟ صارت الأيام كلها قاعدة في البيت والطالعين وليها رايحين وليها، يا ربي يحفظهم إن شاء الله. آمين. والعيد عيد المسلمين هذي، وعيد اليهال. وهذه حلاة العيد وفرحة العيد. الله العظيم، حلاته ونسته باليهال لما يدشون عليك. جواني أنا كم من واحد قبل عيدة والصبح. عيدة والصبح خذوا عيدية. إيه والله خذوا عيدية. الله يواليك الصحة والعافية. والباقي عطتها بنتي اللي يالسة، قلت لها عطي ليها لا تكسرين بخطر اليهال. تعرفينهم ما تعرفينهم، هاي فرحة اليهال. والحمد لله على كل شيء.
احنا بعد عندنا يا هال معيدين عندنا في الاستديو اليوم حنان. حنان ما سألتك شلون حلقة شلون صباحك؟ والله صباحي حلو سريع بس سريع وكالعادة مواصلين. لا لا علو صوتك ما نسمع علينا وعليكم. يلا عيدكم بعد انت ومبارك. غنوا لنا غنوا لنا يلا 1 2 3 عيدكم مبارك طالعوها البيت عساكم من عوادة. يلا اعلى اعلى يلا اعلى اعلى هلا شالكشخة ما تبون عيدية؟ ما تبون عيدية؟ بلا حبيبتي تبون عيدية كبا بنوتة شنو اسمك طالع الكاميرا قولي لهم يلا تعال قعدوا هناك خلي يقعدون يعني تعرف عليهم قعدوا يمه هناك هناك يلا اتعرف باسمك حبيبتي شو اسمك؟ ليا ليا شلونك يا ليا؟ كيفك؟ منيحة منيحة؟ دوم إن شاء الله وانت باش اسمك؟ تيم شلونك يا تيم؟ وبعد البنوتة الحلوة الله شوفي اللبس ما شاء الله تبارك الرحمن وتاج أميرة شو اسمك الحلوة؟ جود وانت حبيبتي؟ حنان حنان؟ الله اسمك حلو تعرفين عن شو اسمي؟ ما تعرفين؟ نفس اسمك انت قاسم العيدية عشان نفس الاسم ولا لا؟ حبيبتي الله يحفظك الله يحفظهم ان شاء الله الله يبارك فيك والهم نصبح عليك وشلون عيدك؟ قامت الصبح طبعا ومع العيال يروحون صلاة العيد ويرجعون وبعد ذلك يروحون يعيدون على الاهل واحنا طلعنا ويناكم هني يا ريت الهام هي في قومة الصبح صح احنا ما نرقد يعني ما ايوه طبعا واصلين احنا الشعب كله اتوقع الظهر غيبوبه جماعيه كلنا كلنا الهام احنا كنا نتكلم عن الملابس الحلوه اللي لابستها ام خلف والاشياء التراثيه الحلوه والالوان صراحه واللونين بعد مع بعض احلى واحلى ما شاء الله انت بعد ما شاء الله يعني في هالمجال يمكن وعندك خبره كبيره في الازياء التراثيه الحمد لله قولي لنا عن الازياء التراثيه هل هي دارجه اساسا في العيد بعد؟ البعض يفضل يلبس يعني الجباين يحبون يلبسون من الملابس التراثية منها ثوب النشل مثل ما لابسه أمنا أم خلف أم خلف إي طبعا ثياب النشل منها الخفيف ومنها المتوسط ومنها الثقيل على حسب رعية يعني المناسبة أو أي المناسبة إيه وبعدين الحالة المادية ممكن بعد إي يلبسون حتى ممكن تكون الدراريع اللي ممكن انواع الدراريع منها البدن والتنفاية منها الدراع الحياصة يطلبونها احيانا وعلى حسب الزبونة يعني اذا كانت تحب التقليدي التقليدي او المستوحى من التراث تحسين في رمضان اكثر ولا اكيد في رمضان هو يعتمد على التقليدي اي ولكن العيد البعض منهم أكيد بعد بنسولف أكثر مع دكتورة حمدة نعايد عليك مرة ثانية قولي لنا شنو ذكرياتك في العيد أو سويتي اليوم اليوم الحمد لله يعني قمنا من الصبح احنا طبعا فرحانين عقب ما صمنا رمضان والحمد لله وان شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال امين ففرحانين طبعا بهاليوم ان الحمد لله يعني الواجب اللي علينا اديناه في رمضان والحمد لله نسال الله القبول طبعا العيد فرحه مثل ما قالت ام خلاف الله يحفظها وكلنا طبعا فرحانين كبار وصغار قمت من الصبح وصلينا العيد والحمد لله لبسنا احلى ما عندنا وان شاء الله يعني ان الكل يكون مبسوط في هاليوم جوت طلبوا عيديه اكيد يعني. لا والله احنا للحين؟ في فريجنا للحين ما حد يونا اي والله انا ليتكم ما لا وفي البيت للحين شوي فريجنا لكم ايه؟ عليه يعني ما في وايد يعني يهول انه يطلعون وهذه عندك عيال الله يحفظهم يمكن فريج بيت الوالده صح يعني ما شاء الله عليهم من وايد في ناس وايد في لكن احنا فريجنا للاسف يعني ما ادري ليش مع التطور ومع البنيان وهذه قلت هاي ايوه فرقوا يعني تحسي مرات يقتصرون العيد يكثرون يا يما بيكثرون مراتهم يا رب ان شاء الله صادقه والله يما واحنا احنا نبي يا زين اللي قالته اي الحمد لله اي والله احنا نبي نشوف هالفرحه نبي نشوف هالمظاهر والاحتفالات واكيد راح نكمل حديثنا معاكم ضيفاتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام كاميرا قناه الريان شاركت الناس ايضا فرحتهم بالعيد خلونا نتابع
أول شيء نحب نهني حكومتنا الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونهني الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وكل سنة وانتم سالمين جميعا، وعم بهني الجميع بعيد الفطر المبارك من الدوحة قطر. إن شاء الله بدنا نقول كل عام وانتم بخير، ولقطر ولأهلنا بسوريا ولأهلنا بتركيا إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله الأعياد كلها بتكون خير علينا، وبتكون السنوات جاي أحسن يعني من هالسنة، يعني صار شوية مشاكل كبيرة مناطقنا تركيا وسوريا، إن شاء الله كل عام والأهل كلهم بألف خير إن شاء الله. وهم بخير إن شاء الله، والأمة الإسلامية جمعاء بكل خير. أكيد مستمرين معاكم مع سوالفنا مع ضيفاتنا، ناخذ علومهم في العيد. يما يعني في البداية بنسولف عن العيد قبل والعيد الحين شلون تشوفين؟ قبل برد على أختنا إلهام. أنا الله شمت هذه الثوب كنا البحر لونه لونه أيوة بحر، نستقبل فيه القواويس لما يجون توب توب يا بحر، توب توب يا بحر، واحنا نغني له. اي ما سمعنا يا هم. اي اي نعم. يردون علينا؟ اي احنا برا. احنا برا. توب توب يا بحر، توب توب يا بحر، أربعة والخامس شهر، أربعة والخامس شهر. ما تخاف من الله يا بحر، خذيت وليدي يا بحر، ما تخاف من الله يا بحر، خذيت وليدي يا بحر. جيبهم 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 يا الله تجيبهم، خاطفا بجيبهم، توب توب يا بحر زعلتكم. لا لا خير، ما حاضرين لا خير الصراحه اخر شيء. ويا بخن الجيل جديد هذا البوت البديد، يا بخن الجيل مخوار هات ابوي لين قوار، توب توب يا بحر. وحطيت الحنه وطار واشتكيت عند الجبار، حطيت الحنه وتقشر واشتكيت عند المقدر. وانت حاطه الحنه يما حلا على الحنه يما علشان خاطركم ما تزين الا على يدك يما، خلاص يما ما تزين الا على يدك. فديت قال وزار الايام. اقول لك يما كل مزينه الحنه يما، فديت اقول لك في ثوب يسمونه بح المويه كذي كذي كأنه مخطط هالشكل. نعم. موج. هاي بنيات وقالت حق ابوها، قالت حق امها يما ابي ثوب دحي المايه وثوب يرجي شلته علايه، يما ابي ثوب صانع روحه يوم شافني القواص طق بروحه. ايه هاي بنات اول يا يما. شو اللي يميز، شو اللي يميز هالثوب يما؟ الثوب هذه سيده. ايه سيده، وبعضهم يعني ورا لما يروحون يستقبلون اهلهم يلبسون ثوب بيض اخفاف، يعني لانه ما تدري من اللي بي صاحي، من اللي بي مريض، من اللي بي مدة 14 فوق يعني. يعني من زمان موضوع ذوق الألوان موجود صح؟ ثوب تقولين كأنه أمواج، أمواج هالشكل، أمواج أحمر. يعني بعد كان عندهم هبة ترى. إي إي النسوان لازم يهتمون حريم هالقطر. يا حلوهم يا زينهم. والله يا زينة قعدتهم في في الضحى وفي في العصر لين يجلسوا يخيطون ويسوون. الحين الحمد لله في مكاين مساعدتهم، لكن الاول ما عندهم الا يديهم. تدرين يما انا وحنان قبل الحلقه شو نسولف؟ نقول دائما نسولف عن العيد قبل، مرات نسولف عن العيد الحين، نبي نسولف عن العيد بعدين شلون بيكون؟ في المستقبل شلون متخيلتها يما بيكون؟ عقب يعني؟ يعني مثلا عقب خلينا نقول 10 سنين، الله يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب. ما تحب العيد الأول يا يما، عيد الأول. آه تغير الكلام. غلط غلط غلط. ما في أحسن منه. ما في أحسن منه. أيوه. تحسين ما في أحسن منه. نعم، تحسين إن في ريحة عيد. بس الحين بعد حلو. الحين بعدين صراحة. ما نقول إحنا لكن مو مثل عيد. بس ما في التقاليد الأولية الحلوة اللي كنت تحسين فيها. مو كل زمان يعني احنا قبل يعني كنا نحس مثلا حتى لو عطونا العيدية نحس بالريال الجديد نفرح فيه. أربع نوت. إي والله يعني أشياء بسيطة. يعني القيمة تغيرت عندنا احنا. احنا حتى ثيابنا يعني مقام. العيدية هذه خمس ريال. أربع نوت ربع ريال.
تجيب لك وايد اشياء. حتى الساتير بعنوت قوطه طماطم مقصه ونحط ونجمعها 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 العيدين هذول. يمكن اللي تغير يما احنا قناة يعني مش مقتنعين بالشيء ولا لا يعني بعد الهم ودي تشاركي لنا الكلام. الزمن الزمن يا يما الزمن نعم تغيير الزمن نعم اي الهم احنا دائما عفوا خلود احنا دائما نقول انه مثل ما قالت خلود قبل شوي عيد انه دائما نقول عيد قبل احلى واحلى والاجيال تتغير يعني يمكن حتى الجيل الجديد او انا بسكتك انت تسوي اللي تبينه يما انت تتعبين فيه انت اللي تخيطين الثياب نعم انت اللي تنظفين بروحك ما عندك مكان لا كنا نساعد امهاتنا بعد كانوا يشغلونا من انا وياك معروضه ترى من يوم احنا صغار هم يعلمونا معاهم نساعدهم ايه كل العصاري اذا ليش الحين ما تخلون بناتكم يساعدونكم؟ ها؟ اذا ليش الحين بنات يعني امهات هالزمن ما يخلون بناتهم يساعدونها؟ اول ما في خدم ما كان في خدم فكانت لم تحتاج لعيالهم احنا الموضوع ما نبي خدمات نسالف يما معاكم خلاص ان شاء الله بنرجع لكم مشاهدينا مستمعينا الكرام معاكم لا زلنا مستمرين معاكم في أول أيام العيد خلونا نتابع فرحة الأطفال بالعيد ونلتقيكم إن شاء الله بعد الفاصل وعساكم من العيدين الفايزين عيدكم مبارك ونعاد علينا وعليكم كل سلامة كل عام وأنتم بخير عساكم العواد كل عام وأنتم بخير ونعاد علينا وعليكم كل عام وأنتم بخير فطر سعيد كل عام وأنتم بخير عساكم العواد كل عام أنتم بخير عليكم صحة وسلامة كل عام وأنتم بخير كل عام وانت بخير عساكم من عوادة كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وينعاد علينا وعليكم كل عام وانت بخير وينعاد علينا وعلينا رجعنا لكم مشاهدينا ما زلنا معاكم في صباح العيد وفرحة العيد لا تكتمل بوجود ضيفاتنا أكيد ورحب فيهم مرة ثانية أم خلف ودكتورة حمدة أيضا إلهام معنا مصممة بما نحن نتكلم عن قبل والحين فنظرتك كمصممة تحاول تدمج بين الماضي والحاضر والله لا الله أعلم شنو بيكون المستقبل لكن لازم دائما ناخذ الأشياء اللي كانت حلوة وفي أشياء تخص الهوية بالذات نحتفظ فيها ونقدر نتطور عليها ونكمل هذه الناحية اللي احنا قاعدين نعتمد عليها ان احنا ندمج ناخذ الزخارف القديمة او القطع القديمة والقصات القديمة ونسويها كمستحدث يعني كل مرة ترعونكم تتأكدون ان هذه الشغلة تنسب لقطر نعم يعني مرات بالنسبة لي أراعي هذه يعني النقطة الأساسية عندي إذا ما كانت القصة القطعة وإذا ما كانت القطعة الزخرفة تعتمد على يعني القطعة كلها تعتمد من التراث القطري لازم يكون تكون لك هوية تكون لك بصمة يعني من تشوف القطعة تقول إيه هذه القطعة تميل حق الفلانة الفلانية يعني لازم تكون دولة الثقافة القطرية نعم لازم مثل عطينا مثلا يعني خلينا نبتدي بالبطاطيل مثلا اي البطاطيل عندك كذا نوع اتوقع الهام صح؟ اي نعم البطولة فيها منها البطولة الرياسية اللي فيها النيرات الذهبية هذه البطولة كانت تمتلكها الطبقات العليا او الاسرة الحاكمة ولا قطع كلامك له بالخير مبارك عليها ام خالد وهي ويانا في العيد نعم. في رمضان عصريه كنا نسولف وياها وقالت هالنقطه قالت هذه بالذات اللي تميز البطوله القطريه نعم. نعم. بالنسبه مش فقط بالنسبه للبطوله حتى الملابس في ملابس تمتلكها الاسره الحاكمه او الطبقات العليا والملابس الثانيه او العاديه او المتوسطه على حسب يعني الحالة المادية للشخص يمكن ما يقدر يسوي له مثلا شيء راهي مثلا الدق في الثوب الدق الزري ممكن الزري يكون باللون الفضي أو الذهبي
بدل في بديل ممكن يستخدم القيطان. القيطان في منه ذهبي وفي منه فضي وفي منه ملون، ممكن يستخدم خيوط البريسم أرخص له من الزري. زين تكلمتي بعد الهام عن القصة، هل مثلا خلينا نقول الدراريع أو الجلابيات لها قصة معينة تميز؟ نعم نعتمد على القصات، ما نطلع يعني كثر ما نقدر ما نطلع من القصات المعروفة بالنسبة للملابس التقليدية. قصة مثلا الدراعة الحياصة، أو قصة البدن والتنفاية، أو قصة الكلوش. الكلوش كانوا الأول يلبسون الكلوش، يعني الوسيع يكون يعني يكون في وايد، مثلا مش مثل الزم، لا يختلف. الزم بيكون القطعة الدراعة تتكون من قطعتين فوق وتحت. البدن التنفاية تتكون بعد من الدراعة تكون قطعتين، يعني فيها قصة يعني فيها قصة فيها زي يعني ما تهي القطعة واحدة، لا القطعة لا قطعة واحدة جلابية. ها اي واذا كانت قطعة تسمى جلابية. انا لحقت على هالشيء. اه وصفوا لنا نعم نافش وتحت الجيبون. نعم نعم هذا تفتبع. الهام يعني يعني وايد اشياء ذكرتيها لنا. اللي قاعدين نشوفها الحين اللي على المانيكان هذه اتوقع انها قصات حديثه صح؟ قصات حديثه، ولكن بعض الزخارف ناخذها من القديم، ممكن ناخذ الكازوه ونشتغل عليها وممكن نضيف كازوه في كازوه، يعني كانك انت اخذتي. شنو يعني كازوه؟ عنصر الوحده الزخرفيه مال الكازو. انت تتكلمين لان انت ما شاء الله احنا ولا شيء. ايش رايك الهم تتكلم عن القطع الموجوده هذه اللي عندنا على المانيكان؟ عندنا قطعتين. ايه؟ القطعه الاولى طبعا هي عباره عن قطعه تحتيه، يعني لابد ان تلبس تحتها قطعه اي لون مستحب الزبون. والقطعه الثانيه عباره عن تافته ومبطنه من داخل، والشغل احنا ركزناه على اليد فقط. التفته كامله؟ نعم. اي لون اسود؟ لا اللي برا اللي داخل القطعه عاديه، تكون ممكن تكون حرير، ممكن تكون كريب. على حسب طبعا الاختيار. القطعه السوداء ولا البيج؟ اي هذه البيج. البيج؟ نعم. الشغل طبعا يكون فقط على اليد، على اساس ان الزبونه ممكن تلبس اي نوع من انواع الاكسسوارات او الذهب عشان يبين اكثر. الزرقة. القطعة الثانية زخارف، عبارة عن زخارف هندسية مثلثات متداخلة في بعض، حاولناها أن ندخلها نخليها كأنها متشابكة مع بعض من الأمام ومن الخلف. يعني من أجمل صراحة النقشات، وحلو أنه مثل ما ذكرتي أن الواحد يحاول قد ما يقدر أنه يبين التراث، لكن في نفس الوقت بلمسة عصرية. أكيد إن شاء الله راح نكمل معاكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. مثل ما أنتم عارفين العيد فرحة والكل يعايد في قناة الريان عيديتها غير، من خلال باقة مميزة من البرامج. خلونا نتابع. مع حلول عيد الفطر المبارك تهديكم قناة الريان الفضائية باقة متنوعة من البرامج والأعمال الفنية التي واكبت فيها فرحة العيد والنابعة من هوية القناة وأهدافها ورؤيتها. وتستهل الشبكة صباح العيد بالبرنامج الديني شعائر العيد الذي يتناول في مضمونه أعياد المسلمين وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. وسيكون للمشاهدين موعد مع برنامج صباح العيد الذي يبث طوال أيام عيد الفطر المبارك، وإطلالة مباشرة صباحية تنقل أجواء العيد من خلال استضافة ضيفات من قطر والعالم في الاستوديو للتعبير عن مظاهر الفرح بالعيد وأبرز ذكريات وطقوس العيد في قطر ودول مختلفة عدة. وللأطفال نصيب من الترفيه، إذ هم على موعد يتجدد مع برنامج الأصدقاء بحلته الخاصة بالعيد، حيث يتم استقبال أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و12 عاما، ويخضعون لتحديات حركية وذهنية تخولهم الفوز بجوائز عديدة.
ومن ضمن البرامج الخاصة بالعيد أيضا برنامج عيدكم مبارك، وهو عبارة عن رسائل مباشرة من عدة أماكن في قطر مع مراسلين القناة الذين ينقلون أجواء العيد، وستكون المحطة الرئيسية في مجمع بلاست فاندوم، حيث ستتاح الفرصة أمام الزوار للفوز بجوائز قيمة. ويطل عليكم برنامج ليالي العيد مباشرة من سوق الوكرة، حيث يستقبل ضيوفاً من المواطنين للحديث عن قطر والعادات والتقاليد المتوارثة، إضافة إلى استقبال مقيمين من مختلف الجنسيات أمضوا وقتاً طويلاً في قطر وكان لهم بصمة كل في مجاله. هذا إلى جانب فقرة المسابقات والجوائز للمتصلين. وتقدم لكم قناة ريان مقتطفات من أبرز المسرحيات التي تحاكي جميع فئات المجتمع القطري. هذا وكان لكاميرا ريان جولات في أماكن عدة، حيث رصدت فرحة الناس بالعيد والذين أرادوا إيصال تهاني العيد عبر شاشة ريان. طبعا شفنا معاكم برامج ريان، نتمنى لكم ان شاء الله متابعه ممتعه. والان ننتقل مباشره الى تركيا نتعرف على اجواء العيد في تركيا، ومعنا عبر سكايب اروى اوغلو. عيدك مبارك يا هلا، مرحبا فيك. السلام عليكم، عيدكم مبارك، عساكم العايدين والفايزين، وان شاء الله كل عام وتركيا واهلها بالف خير. شلون اجواء اول ايام العيد عندكم؟ يعني نحن مثلكم اصلا، صباح الرجال يذهبون الى الصلاه والنساء في البيت يجهزون الفطور ويجهزون البيوت وياتون. انا اسكن مع امي، الاجداد والابناء والاخوات سوف بعد قليل ياتون ونحتفل العيد ان شاء الله. اروى هوش قال دينيس بالتركي، كل عام وانت بخير. وشلون ذكرياتك بالعيد؟ يعني انا ربما كالاطفال، يعني عندما تقترب العيد اهم شيء ملابس العيد للاطفال. والله كلنا نصير اطفال. نعم يعني كالعادة اهم شيء الالبسه يعني للبنات خاصه. اتذكر وايضا يوجد احذيه احمر عندنا في العيد، مهم. هذا ذكريات، يعني هناك يوجد حنان، هناك يوجد تعاون تفاهم، هكذا كان طفولتي. طيب هذا صباح العيد، العيد العصر شو تسوون؟ كيف يعني؟ العصر يعني مثلا يعني مثلا وين تحبون تروحون مثلا بعد ما تخلصون صلاة العيد، ولا مثلا على المساء وين تروحون مساء؟ يعني اول يوم ترجمت. اول يوم امي اكبر، اول يوم هم ياتون هنا، نحن اول يوم لا نذهب الى اي مكان، ياتون ضيوف. وبعدين ممكن اذا يكون الجو جيد، الان في تركيا يوجد مطر ما زال ما شاء الله، ممكن نعم نزور الاماكن. شلون الحلويات التركية في العيد يا أروى؟ هل أكلتم طبق البقلاوة يدوي؟ شلون ما كان أكيد؟ قل لي الأكل الكبار مش تركي أصلاً. إذن ننتظركم تركيا حتى إن شاء الله أعزم لكم. هناك عادات، يعني يوم العيد نفعل بقلاوة ولكن يدوي في البيت، يعني ليس من الخارج نشتري، يعني كبار يعني يصنعون يجهزون بقلاوة يدوي. وأيضا يوجد من المشروبات لبن، مهم، يعني نحن نقدم لبن والبقلاوة مع بعض، هذا أهم شيء عادتنا في تركيا. كل عيد إن شاء الله وأنتم بخير. إذا ودك تقولين كلمة تعايدين أحد عبر شاشة ريان تفضلي. والله شكرا على استضافتكم، شكرا، هذا شرف لي. يعني بدأت يوم بالقطر، شكرا على قناتكم.
شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك اروى، ممنون اولدو مثل ما تقولون، ويعطيكم العافيه. وانا تشرفت. هاي اثر المسلسلات التركيه ولا كثر الزهره؟ انا كنت بترجم بس خلاص ما اعطتني مجال. نرجع عند حمده، يمكن احنا تكلمنا عن مظاهر الاحتفالات، يعني نشوف العيد دائما فرحه سواء يعني محلي، طبعا فرحه الامه العربيه والاسلاميه. اي الحمد لله. جدولك في العيد شنو؟ جدولنا في العيد عاده يقومون اليهال نصلي صلاه العيد ونلبس طبعا ملابسنا اللي مجهزينها من قبل. نروح اول شيء بيت الامهات اكيد العرب. يعني ايوه اكيد لازم. اول شيء اوديهم بيت جداتهم ام ابوهم، وبعدين نروح بيت جداتهم ام امهم، فهناك عاد عند الخوال تعرفين هناك قايلات فالحمد لله. وبعدين يبتدون يتجمعون طبعا كلهم الاسره، وطبعا غدا العيد يكون جاهز في بيت الجد او في بيت الاخو الكبير، اي مكان الاتفاق في الاسره، ويجون من كل يعني كل افراد الاسره في مكان واحد، فتكون صراحه يعني فرحه العيد في هالوقت بالذات يعني ما نقدر نوصفها من كثر ما هي يعني علاقات اسريه، ناس ما شفناها من زمان، في بعض الاهل يجون حتى من خارج قطر بمناسبه العيد ونلتقي كلنا مع بعض، فمثل هذه الاجواء جدا رائعة. وإن شاء الله بعد ما نخلص البرنامج راح انتقل إن شاء الله لهذه الأجواء إن شاء الله. تقدري أيضا تعيشينها معنا إذا حابة تعايدين على حد لحم معايا، تقدري تعايدينها من خلال برنامجنا أيضا. طبعا أنا أقدم عيد على كل الشعب القطري بدون استثناء، والأمة العربية والأمة الإسلامية. إسلامية نعم صح. وكل عيد ان شاء الله وكل من تحبون بخير. يما هي بالطاري غدا العيد، انا قبل غدا العيد ودي اتكلم عن ريوق العيد. الفطور الصبح ايش تسوون؟ لحم مطريه اقول لك نبي بلاليط. سمعي في البدايه اقول لك ويا روحي روحي يا هوى المشتاق، حبك قزع قلبي وخلاني هذي قطر شمعة المشتاق، وهذي قطر بلها مجروحي، وهذي قطر طبي والحافي، وهذه قطر مبسم فؤادي. يا حبيبتي العيد في قطر من استوت الدنيا احلى يوم العيد. عيد احلى عيد. والعيد يقول لك مهم اللي بس الثوب الجديد، العيد من عاد عليه العيد ومن فاز يوم الوعيد. هذه العيد، العيد فرحه، العيد بسمة، العيد زيارة، خاصة اليد ما تهجرين ولا تخلينه تجمعين عنده وتاكلين عنده قد العيد. والله تذكر أنا نسويه من نقعد الفير، نرز اللحم ونقسل العيش، واللي يسوي يبرز اللومي واللي يبرز البصل. بحاري طبخنا احنا الاول اللي ريحته ما شاء الله كانت تكفخ في الراس. خنين خنين من الخنين، مو مثل الحين ودوا الا مني ولا من لا نسوي الحين ما بفضحات ثلاث ايام الحين بوفيه العيد. حط الجزر هاي ما الحين بوفيه العيد الا من مطعم مغيرينه يعني الا مبارك سهل صيدان. هاي ترى طبيعي يعني مع تغير الزمن ومع التحول، هاي طبيعي من كل جيل وجيل يعني لازم يكون. بس يما كنت بسالك صدق عن غدا العيد يعني قبل الغدا يكون بدري؟ لا لا والله ما غير جهال بدري المسد. احنا بعد الاول مسد عقب الصلاه على طول. اي الأول مسجد العيد يعني ما في ريوق في العيد؟ بلا في على طول يقومون من وهل. انت قمت في صلاة الفجر يما؟ اي بعد ما شاء الله يقومون وهل، والحليب بارز ايه؟ والشاهي وكل شيء اللي تبين، بتاكلي شيء على السريع وبتروحين المسجد وبتجلسين على عدامه والله على حصى الامهات الكبار يسمعون الخطبة الين تخلص الصلاة، واليهال معاهم من تخلص الصلاة فك المسجد راحوا اليهال يعيدون. راحوا لها العيدون ردوا لامهات البيت، ردوا لامهات البيت جابوا لهم شغلهم. بعد كان يما خلاص ازيد عليك، بعد كان الريوق ترى بعد اكثر من مره مع كل ضيف يدش البيت محطوط. ايوه محطوط كفالة العيد. احنا هي ريوق ان رحت انت سيارتي ولا حد كفالة العيد هي الريوق، الخبيث والعصير والبلالي هاي كلها ريوق يا يما، والقهوه والتمره
لا لا لحظة شوي ماما عليها هاي عقب بنسولف عنها لأن حبيت التمرة والقهوة وهذه شوي. أنا بس حابة أشكر إلهام الأنصاري على تصاميم الحلوة. كلمة إذا حبت توجهينا أخيرة بمناسبة العيد إلهام. أهني الشعب القطري والأسرة الحاكمة وشكرا قناة الريان على الاستضافة. كل شكر لك إلهام، وأيضا أشكر الأطفال الحلوين اللي موجودين معانا في الاستديو. بتروحون تعيدون؟ إيه. تجمعون فلوس؟ إيه. أكبر مبلغ يجمعتيه كم؟ كم؟ ما تبي تقولي للعلم. خلاص إن شاء الله تجمعين وايد. كم تبي تجمعين؟ 50 500 اكثر. هي تقول لك ايه هاي بتقول. انا قلت لها النص بالنص عشان الاسم. ايضا كل الشكر لك اختي حمد الهندي، شكرا لوجودك معنا في الاستديو. شكرا لدعوتكم الكريمه، الله يحفظكم. لكن ام خلف اكيد احنا بنكمل وبنكمل بعدين ان شاء الله. ما خليتش ما قال بنرجع ان شاء الله. فازل نستمر معكم مشاهدينا، فاصل ولا العودة. يا حصة والبس الريح.
عريشة لشيخة البنات عريسة قوم يا حصة والبس الريشة لشيخة البنات عريسة غنى على الليواني حياكم الله معنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في أول حلقات برنامج صباح العيد، نعيش معاكم أجواء فرحة العيد. يسعدنا أن تنضم لنا فاطمة العلي، عيدك مبارك يا فاطمة. عساك من عوادة يا هلا ومرحبا فيك، وأيضا رحب وروح لدولة دولة شقيقة نتعرف على أجواءها في العيد جزر القمر. معنا مزدلفة يوسف مقيمة في الدوحة، يا هلا مرحبا فيك. هلا حبيبتي، هلا هلا مرحبا فيك. خليني وطبعا معنا المنوراتنا شمعة الجلوس قاعدة مجهزة العيدية، الحين بدشون عليها اليها دشون دشوا عيد تعالوا. ما يبون عيدية يما اللي ما يغني لا تعطينا. لا لا ولا حاسب شوي شوي تعالي بنت بعد تعالي عند ماما يا العيدة يا العيدة وعيد علي خلي غنوني يلا يلا عيد على محمد مبارك وسعيدي انا ابيها تغني عليكم السلام عيد مبارك يا ربي عساكم من عوادة تعالي تعالي اشتبي انت تبي فلوس هاي ما اسمها فلوس اسمها عيدية صح يوم العيد يا يمه يمه قولي لهم ومهما كان المبلغ صغير ترى ما يفرق يعني مو لأنك كبرت لازم تكبر عيديتك معك لا يا هذا الموضوع انا عيدي وايد تحبين العيد انت شكلي عيد عليك بالعمر وين تروحين يوم العيد وين تروحين يوم العيد تعيدين في الفريج حلا على هالثياب الحلوة هذه غنوني ما تعال يلا روحي تعالوا قعدوا يلا اللي خذ عيديك هيا قعد يلا ماما عيد مبارك يوه عيد مبارك كفو والله عساكم من عام من العايدين العيد فرحة العيد ناسة العيد وساعة صدر الله يعود عليكم من السالمين يا يما تعالي تعالي قعدوا إيه هي اللي بتقصد لنا هي بتقعد فوق تعالي زحمي عيدكم مبارك يا اهل البيت الله يعود علينا وعليك حبيب قلبي السنه وكل سنه ان شاء الله تفضلي بقعد عيدكم مبارك يا اهل البيت ابرك العيد علينا وعليك تستحين العيد ما في العيد في وناسه ولا تروحين تلعبين في الالعاب لا يا معيها لا تورث مدرسه يا يمه زين حبيبتي والله يا امي هلا تشتري ذهب من انت صغيره ابرك والله على كثر ما قالت امي اخذها واروح الدكان ذهب ما هو بالعيد هاي ما اقول لهم يمعوا العيد ياخذون لها ياخذون لهم ذهب اي صح زينه وخزينه ابرك شيء زينه وخزينه الذهب حلو اي زينه وخزينه اي نعم اكيد احنا مستانسين بوجود مزدلفه معنا حبيبتي والله اول شيء الاسم بقول لك صح جزر القمر ولا هذا بالضبط السؤال كنت بساله ترى مو كاتبه لنا اياه لا شوفي انا سمعت القمر بس ما ادري هم الحين في اختلاف اللي يقولون جزر القمر يقولون جزر القمر انتم شو تقولون ما علينا من اللي يقولون جزر القمر جزر القمر ايوه جزر القمر يلا قولي لنا جزر القمر قالوا ان يعني في رواية تقول إن لما العرب نزلوا على جزر القمر كانت القمر كذي يعني هلال وكان وايد أبيض يعني شديد البياض فعشان كذي سموه جزر القمر والقمر على أساس إن شنو الجزيرة تشبه القمر أيوة يعني أنا ودي أسأل عن أجواء العيد بس أتوقع الأجواء عندهم بشكل عام بتكون جميلة أنت متخيلة جزيرة بحر أيوة. جزيرة خضار مع هذا كله عيد فطر شو العيد عندكم طيب إحنا أول شيء الصلاة طبعاً الرجال يروحون الصلاة والحريم في البيت يجهزون يعني احنا كل بيت يستضيف الرجال لما يطلعوا من المسجد يدخلون كل البيوت يقول كل البيوت ويعيدون على يعني على ربات المنزل فتكون ربة المنزل مجهزة الطاولة
فيها كل الحلويات. لحظة يعني ريايل المنطقة أو الفريج؟ الفريج، ريايل الفريج كلهم يسلمون على الكل. يسلمون على الكل. عاد يعطون عيدية ولا ما يعطون؟ إحنا ما نعطي عيدية. ما في عيدية. يجهزون ما شاء الله، يجهزون لهم عصير ويجهزون لهم الحلويات والخبائز ضيافة. بعدين لما يخلصون الريايل يجون الأطفال. الأطفال شنو يعطونهم؟ حلويات. حلويات. ايه حلويات. انا بعتمد موضوع الحلويات. يا هال اللي من صابر سمعت ترى موضوع حلويات. عليك يا يما. حلويات في العيد؟ ايه يعطونهم حلويات مو بعيد. الحلويات انتم تسوونها ولا تشترونها؟ انا جبت ممكن اشرب. يلا اكيد اكيد خلينا نشوف. احنا عندنا طبعا نفسكم سمبوسه هي معروفه، يا تكون دجاج يا تكون لحم. في عندنا دونات. الله. اوكي. وفي عندنا هاي كيكه الارز. هاي كيكة الأرز نوعين. في واحدة تجي بيضة وفيها هذا اللي تجي بهالشكل. بس ترفعين لنا إياها كذي تشوفونها ميلي حبة الصحن. أيوة كذي. هاي كيكة الأرز. أيوة. يعني مكوناتها شنو؟ رز وحليب جوز الهند يحطونه مع بعض يعني في الخلاط، وبعدين اللون هذا شلون يصير؟ السكر يسوونه شيرة. ايوه. اي حركونه كرملونه. اي ايوه كرملونه. كرملونه هاي ما لين يصير بني. أيوة. وبعدين يحطون عليه بهارات دارسي وكرمل ويسوون. هاي شيء اساسي في العيد. شيء اساسي لازم. هذا والابيض. لا لازم. من زين اللبس شلون مزدلفه؟ ايه هاي هاي واحده من لباساتنا التقليديه. اسمها شيكانجو. هي مكونه من هذه نفس ال كانها قطعتين. اي قطعتين. أيوة. تحت القميص. أيوة. بعدين نحط هذا فوقه. وفي عندنا هاي اسمها شروماني. هاي للحريم يعني يلبسونه. نفس الشال ولا وش؟ نفس الشال بس. أيوة. انه ممكن البس. ممكن نشوف. إيه ممكن عيد يعني انا اتوقع كذي يعني. يحطونه كذي وكذي يعني يبيله. أيوة. يلاف. يكون اطول يعني شوي. يشبه هاي كانت عندنا ضيفه خلود في رمضان من موريتانيا نفس الطريقة. اي تقريبا. أي. نفس الشيء. وفي الليسو في رجاجيل طبعا الثوب والقحفية القمرية. انا السؤال دائما ودي اسئله فاطمة بعد يعني اكيد سولفي معانا. دائما مختلف الحضارات او يعني الدول دائما لبس ريايل تحصينها سمبل. اي قطعة واحدة وفاك روحها في كل المناسبات الا احنا الحريم دائما مغربلين روحنا تلاحظين؟ ايش رايك يما؟ كنت بحلل لك الموضوع. حللي الوضع وش الحنون. طيب ريايل يهتمون بالاشياء العامه البنات بالتفاصيل. تفاصيل يعني متعبين نفسنا بزياده. لا بس يعني الزين يعني الواحد يتطلب انه يتعب على نفسه. ايش رايك فاطمه؟ اكيد طبعا. مصوره وتلتقطين هالاشياء الجميله. مثل ما قلتي يعني وقت في العيد مع التصوير طبعا المصور يكون شبه مظلوم ورا الكاميرا. لا ليش مظلوم؟ بل انتوا تصورون احس فيكم انتوا الجوكر في العيد صح؟ الكل يبي ما يقولون لي وين عيديتي يقولون صوري لنا. وبس يعني مثل ما قلت لك يعني في العيد يعني ما شاء الله يعني عندي انا استديو خاص في البيت فيعني هو المكان يعني لصور فيه الأهل مناسباتنا بشكل عام يعني. والحين أتوقع إنه كان صباح العيد وياك اليوم. من قمت اليوم إيش سويتي؟ على الكاميرا ولا؟ لا الكاميرا مجهزتها من أمس. الست كامل مجهز وكل شيء. صبحت على الوالدة. ما لحقت على الوالد راح الصلاة وراح يعايد. صبحت على الوالدة وقلت لها إن شاء الله برجع عايدك لما أخلص اللقاء. الله يحفظهم إن شاء الله ودائما يجمعنا على خير. يوم. العيد أكيد فرحة وخصوصا العيدية لعيالنا وشلون يقدرونها أو وش ممكن يسوون فيها. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير عن العيدية ولا نعوده. صحيح أن العيدية ما هي إلا أوراق نقدية وقطع معدنية تقدم للأطفال في العيد، بيد أن قيمتها الحقيقية تكمن فيما تحمل في طياتها من معان إنسانية. فالصغار ينتظرونها بفارغ الصبر يوم العيد من الأيد الدافئة من الأهل والأقارب والجيران، وهي نوع من مشاركة الكبار فرحة الصغار بالعيد، كما أنها تجسيد مادي للحب بمبلغ متواضع من المال.
والعيدية تتطلب كميات من الخردة، لذا ما إن يبدأ العد التنازلي لانتهاء الشهر الفضيل واقتراب العيد، حتى تشهد البنوك والمصارف بالدولة حركة غير عادية وحالة من الاستنفار غير مألوفة في الأيام العادية طلبا للخردة. ويسعى البنك المركزي القطري إلى طباعة كميات كبيرة من هذه النقود الجديدة سنويا بمناسبة الأعياد وتوفيرها لتغطي احتياجات البنوك منها حتى لا تنفد بسرعة. كما أتاح خدمة الصراف العيدية، إذ يمكن سحب الخردة من أجهزة الصراف الآلية، وتشمل فئات 5، 10، 50، و100 ريال. من منا لا يستذكر في كل عيد ما كانت تعنيه تلك القطع أو الأوراق النقدية الجديدة أيام الطفولة. وعلى الرغم من اختلاف الأجيال، لا يزال المجتمع القطري محافظاً على عاداتنا الجميلة، ولا يزال الناس في قطر يعتمدون كلمة خردة التي كانت تستعمل قديماً للتعبير عن القطع النقدية المعدنية. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في أول يوم من أيام عيد الفطر ونسولف مع ضيوفنا. خلونا نسولف مع البنوتة الصغيرة. شو اسمك حبيبتي؟ فجر. فجر، أول شيء عيدك مبارك. فجر أول شيء من بنته. شو اسمه؟ بنت صبوت. محمود. محمود؟ يا هلا. فجر قولي لنا، رقدتي ولا مواصلة؟ عادي ترى احنا مواصلين. ها نمتي؟ نمتي امس ولا؟ رقدت. رقدتي؟ زين برافو. زين قولي لنا فجر، حافظة شيء مناسبة؟ سمعت انا قالوا لي انك حافظة شيء ولا؟ قصيدة. يلا نسمع القصيدة. حبيب الله وتميمة ورع الله قدر، تارك الله وبلادي من تدابير البشر، أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطائنا، أنت خير منهمر، ابذل الروح فداك لا نبالي بالخطر، شيم الأجداد فيك وبك الماضي الزهر، وبك الحاضر يجدو ولك الفجر الأغر، كعبة المظلوم أنت وملاذ منذعر، فيك أمن وأمان وسلام منتشر، وبنوك هم مهرجان زهور ودرر، حولك التف جميعا كل من فيك استقر. تبارك الله ما شاء الله. يما مخلف شو رايك ما شاء الله؟ شوفي عيالنا. انا قلت كل زمن تعجبني يا يما. بنات اول اغانيهم غير، بنات الحين اغانيهم غير. بنات اول شيء غنوا في العيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حلوه اغنيته ما عليه قصور. لا اول شيء غنوا بنات اول في العيد. في العيد؟ ايه عندنا العصر مراده. يلا نسمع. سمعنا مراده؟ ايه المرادة الله يسلمك من البنات اللي شويون يعني فوق العشر. اي والحريم يوقفون صفين متقابلين وعليهم على هالمنظر. الله على هالوطر. اي والله ما لحقتوا عليه وطر. ايه رنان وكل واحدة فيه حناها، احنا زينة بنت الاول حناها وكحل. والمشموم؟ والمشموم ايه شكت لها ما نخلى منه يا يمه. المشموم في البيوت كلها ويطلعون العصاري الريايل بروحهم، عندهم العرضات والرزيف وكل حاجة بعيد عنهم، والبنات عندهم نمرادات فن من الفن القديم. ومشرد ورايح يا ذا القمر ياللي مشرد ورايح، مرقد في البرايح سلم على اللي مرقد في البرايح، وعلى القاب طايح متوسد متوسد بشته، وعلى القاب طايح مجلس عند باب الشيخ بو حمد، مجلس عند باب وما ينصخبه تميم نظير العين ما ينصخبه، وعزيتي ربعت يا القطرية عزيتي ربعت كسرت نيعت والله على تقبور كسرت نيعت، ومحلت عيوني فضل ليلتي محلت عيوني، وقالي لهدومي يفداك ما في البيت قالي لهدومي
ومشرج ورايح يا القمريه اللي مشرج. انا قاعده اتخيل شيء انه وايد بنات ويغنون الله ياكم العتوف الصيف وعتفتهم حطت لهم الرشوش وحطت لهم الورد في شعورهم الشعور يا يمه مو بالحين قال قصيد طيب اي والله كل واحد قصته اكستنشن والله شعور عم ترد خنينة الزينة والبنات ابدا يتلفحوا بشعورهم مني وتلفحوا بشعورهم مني والحريم قاعدين على الحصى وقاعدين على شيء ويتفرجون ويشوفون رنة لوحة فنية ما شاء الله يمكن فاطمة لو عندك كاميرا تشوفين اللوحة بالضبط سلواديت يا الوزبة سلواديت نزل فيك بو حمد نزل فيك يا ذيب يلي في اليبل حدر يا ذيب يلي في اليبل حدر والأشبه طونه لا تقصونه والأشبه دونه بالا تقصونه يرعى أبو حمد ولا أثر يرعى أبو حمد ولا أثر ربع على الشدات ينخونه لا والله واللي عاشوا في قطر لا والله اللي عاشوا في قطر عش بالسهل مكاده ويرعونه صح حسانت صح حسانت يمه أم خلا أقول لك كل منطقة يمكن لها مرادة أي. في تحفيز وفي مرادات يعني تشجع الناس فرحة وشي نعم أي. نعم والله يعني هاي اللي يدل يمنا الكلمات فعليا لها أثر يعني بس إن الواحد يردد الأشياء الزينة يما يبيلي القفشة قامت تدور في القفشة قولي لها سيفون سيفون يا بتلك ها سيفون ما عارفه يما يبي الصفريه قامت تدور الصفريه الجدر يما الجدر يبي يا كلماتنا الحين يا حبيبه قلبي والله حسافة إيه. عليها الضيع إيه. احنا بس يما الحين قاموا يحيونها خاصه يعني مثلا اليوم الوطني ودرب الساعي قاموا يعيدون هالاشياء فاطمه ما ادري اذا حتى لو الحين بتروحين الزباره بعد بتحصلين اي تحصلينهم تحصلين دار مروف في اقراضنا مالت التراث يما عشان شي انتم موجودين الله يطول في عمرك عشان نسولف ويا امهاتنا وابهاتنا وفعليا نظل نردد هالكلمات ونستعملها ونعرفها المفروض تكتبين وتعلمينها عيالك اللي مال اول يا يما ولا تالي وهاي كلامك وكلام هلك ويدود يدود يدودك هذه هي ويا اهل الزبارة بالله عليكم لا تخلوني وارفوا بحالي يا عرب يا حر فرقة وهوى الزبارة طيب البال وياه وارقى محب يا اهلي وايش اسوي خلنا يما نروح من عند هالدوحة والزبارة ليه نرد على الدوحة لا نرجع خلنا نرجع جزر القمر خلنا نسمع شو يقولون شو تقولون في العيد شو الأغاني اللي ترددونها في العيد ممكن وحبيبتي للأسف هالسؤال ما أقدر أجاوب عليه يعني بعد ما غنيت صراحة خلاص حسيتي ما في شيء مبارز أنا مقيمة هنا من 9 سنين والله بس أكيد أنا كان عمري 9 سنين فلما جيت هنا عمري 9 سنين ما تدري زين العبارات العادي يعني مثلا تقولون مثلا مبارك اوكي يدي مبارك ايه بعدين انا برد عليك سنين بعد سنين ايوه من الفائزين على اساس انها نفسنا احنا ايه نقول ايه من الفائزين ما علي استوقفكم عند هالكلمه ايه سنين بعد سنين ايه ايش الفرق بين عام وسنه؟ وش هالسؤال خلود الحين على الهوا احنا؟ اي والله صدق والله ودي ما ادري صراحه سنه ورا سنه السنه هو من السنوات ان تكون السنوات ممكن تكون سيئه وهذه ذكرت في القران وعام من الاعوام اللي فيها خير يمكن. فمرات ترى في كلمات احنا نرددها ما نستوعب معناها لكن عرفتي اللي فال خير يوم لا ممكن صح كل عام وانت بخير مو كل سنه وانت بخير ايه. بس والله حبيت اشارككم هالمعلومه بس انا متاكده كنت بقول لك فاطمه اللوحه اللي شرحتها لنا او اللي غنتها لنا ام خلف لوحه فنيه باقي لها كاميرا بالضبط ما ادري اذا صورتي شيء من التراث ولا حتى ايام اليوم الوطني وفي معارض عن الجسد هو درب الساعي كل سنة يعني يكون في وقت المرادة والهاي أروح أصور
بس للاسف العام يعني ما رحت انا صورت. بس السنه رحت درب ساعي وقت معرض الكتاب قال لي مشاركه في معارضه صورتي كانت عن القرنقعو. الله ايوه. ف شنو تحديدا صورتي بالقرنقعو؟ هو كان في معرض اسمه عدسه رمضانيه وكنا يعني اعضاء المركز قطر للتصوير. اتشارك عدسه رمضانيه نشارك بثلاث صور ويتم اختيارها من قبل لجنه واختاروا لي صوره كانت صوره عن القرنقعو. يعني ترى هذا اللي احنا بنسويه نحب نذكرهم 5000 كم رقم؟ من خلال برنامج صباح العيد نحب نتقدم جزيل الشكر لمحل بستاش اند مور تقديمهم الفوالة والورد، وما زلنا مستمرين معاكم في اول ايام عيد الفطر المبارك. لكن الرقم مثل ما قالت زميلتي خلود 5000 1 2 2 2 تقدرون تتواصلون وتطرشون لنا صوركم الجميله. ترى انطرت تغش الرقم يا جماعه مش حافظه يعني لازم خلود تطلع لنا حلال الوقت عادي بس واحنا عندنا هذه الفوال الجميله لكن احنا ناطرين القهوه خلود عشان ان شاء الله يلا فاصل وراجع لكم. عيدكم مبارك ينعاد علينا وعليكم صحه وسلامه. كل عام وانتم بخير عساكم من عواته. كل عام وانتم بخير عساكم من عواته العيد. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم عوام عوام. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير عيد مبارك. كل عام وانتم بخير لكل الناس الموجودين بقطر ينعاد عليكم الشهر وان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وامنيتي للعيد انه تكونوا الحمد لله يعني كلكم بخير. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام في اولى حلقات برنامج صباح العيد. نعيش معكم اجواء الفرحه مع ضيفاتنا في الاستديو ام خلف وعندنا ضيفه من جزر القمر ايضا عندنا مصوره. فاكيد ما يكمل العيد الا بالجمعه وانا ماسكه قهوتي. ترى يعني ما تشوفون قدامنا قهوه بس يعني قهوينا ضيوفنا تريقنا على خفيف عيالنا الله خير. القهوه شيء اساسي يما في العيد. اي في العيد وفي غير العيد اي وفي كل مناسبه. قلت القهوه اللي ما تقلد على هيل مرا على عودن ومرا على ماي ومرا يخاف المريله من عدمها. يا ابو علي لومك على من قراني لا عدل الحمسه ولا نقط تشيل هذاك اللي في القهوه في ريبي والخمر ما داني واجعل وجيد للملك كامل الزين. القهوة يا يما صح لسانك. شلون قهوتنا؟ قهوتنا قهوتكم هذا الحين؟ ايه؟ الحمد لله زينة جاي مبين زين مصبرها زايد شوي. الريان قهوتكم زينة. يقول لك الريان ريان هذه ما شاء الله كان فيها عرب فيها أوادم على منطقة الريان. وبعد الأول المرة ما سوي القهوة اللي يسويها الريال يحمسها قدام الميلة وهو اللي يطقها وهو اللي ينخلها وهو اللي يحطها في الدلة. دلتين كان في دلة كبيرة وفي دلة رسلان صغيرة واللي خلصها زلها زلها في الرسلان. والدلة يا حبيبتي القهوة ثلاث فنايل، فنيال للكيف وفنيال للضيف وفنيال لصاحب البيت بس. الله. ورشفه ما تصبين وايد لا، وتقدمينها باليدات اليمين وشمين ريحته على كل المكان تفوح. يعرفون ان بيت فلان يسوون قهوه سلام تفوح زيني. ما دام نجيبنا طاري القهوه الفنجان المفروض انه دائما نصفي شوي ولا نص ولا عادي ولا تسال؟ رشفه واحده بس واحده تصبين مره تشربين مره. انت يا راعية الكيف ايه. الضيف بعد مره يشرب وراعي البيت اول ما يشربها راعي البيت يذوقها ايه. يذوق القهوه
هو يا حبيبتي هذه ما حد استغنى عنها. أيه. حتى هناك في القواويس في البحر اللي راحوا بعد يسوي لهم طبخ سفينه بعد يسوي لهم القهوه يوميا يوميا. الشاهي يسوون لكن مو بكثره يعني. القهوه اكثر. القهوه اكثر. أيه. والتمره التمره يا يمه قد ما تقدرون، وعودوا عيالكم على التمر. حتى لما اعطيتهم وهم صغار قهوه عادي، اللي اهل صغار ما يشربون قهوه لكن ياكلون تمر. التمر زين، مسمار الاركب التمر هو اللي حق الاركب، ما في احسن منه. يمه خلينا نشوف قهوه طلبت من مخلف، واذا مخلف ما عندها طلبت من عنده لقمه قهوه. الله يسلمك. والقهوه ايش كثر يا حبيبتي يحطونها؟ سبع هيل وسبع مسمار وسبع حبات قهوه. بس لها ميزانيه يعني. يقلونهم مع بعض ويطقونهم في الهاون، الرسلان يطقونهم في الهاون. ليش سبع يمه؟ ها؟ ليش سبع بس كذي؟ يقلونهم يمه الاوليين. اي سبحانك يا رب، اصلا رقم سبعه له يعني لو تلاحظين حتى سبعة في الدين. سبعه 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 سبعه. وليت مثل انت بتسلفي من عندي انا باشخر او بحبات لك هوا بقول لك انت اليوم خدتي قهوه واحده، انت الثانيه نهار ثاني، الثالث الرابع الخامس السادس السابع. انا اعطيت السلف سبعة ايام. هاي مرات النوخذه. اي مرات النوخذه وسجلته وخلته لين يريلته واخوت او شيء من البحر اعطوهم. عقب سبعة ايام يعني ما ولا سبع مرات؟ وشو؟ عقب سبعة ايام يعني ترجع؟ اذا احد من القواويس رد ايه تعطينهم مثل شو اسمه هذه بيب الماي. ايه بيب الماي كل يوم انت بتشخطين بالفحم، والله فلانه اخذت اليوم وخذت بامس وخذت 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 سبع مرات عشر مرات شهر. ايه في الطوفه. ياو ايوه نعم ياو ياو عيالنا وياو رجال المره بس كل شيء عندها، اذا عندها شيء من خياطها من فيها اللي تجلس فيه تعطي عيالها وتشتري حق عيالها وتخش حق رجلها بعد حق القوس الين يمن القوس يكون عنده شوي يفتح به البيت ويستانس عليه. فيعني الحمد لله حياتنا اناس. نكثر حسابات عفوا مثل هالليله العيد هذه الليله من نرقد عندنا ما حد بروحنا ما نرقد ما نرقد. اوكي يعني هذا شيء متوارث. هاي الشيء اللي الصبح نحيي هالليله هذه. شود احنا ثوبنا في الليل ختمات رمضان ميالس يا يمه ترن كلها ريايل كلها يقرون القران ليله العيد يقعدون ويثوبون ختماتهم ويطرشونها حق موتاهم وتشمين الفريد ريحته العود وريحته البخور واللي يسوي المحمر على سمك واللي يسوي العيش ولحم اذا يبون فتشوفينهم حياة حياة في الفريج. حياة أول و حياة الأول غير ببالي. زين يما خلنا نشوف خلنا نرجع حق 2023 يما. خلنا نرجع حق 2023 هني نشوف الحياة. الحياة الحين شلون صايرة؟ مختلفة. الحين احنا في يمكن يمكن بشرس على القهوة. شحسن خمسينات لو 23 كل جيل يما وله زينه وله حياته. له حياته صح صح. اي انا معاكم يا يما مو بعد. بكم نفس الشيء يعني تعرفين قهوتنا احنا احنا اكثر شيء نعتمد عليه الشاي. يكون في عندنا اعشاب لان احنا اصلا ما شاء الله عندنا الخضار والخضروات والفواكه والاشياء فعندنا الشاي يسوونه باعشاب فريش تكون جاهزه ويخلونها على الشمس كذا تجفف وبعدين يسوون الشاي يعني هاي الشراب المعتمد. الشاي العادي الاسود يعني ولا اكثر من شيء؟ اسود اسود. أي. يكون على أي. بني فاتح. عندهم القهوه العربيه نفس قهوتكم. حلو. يعني القهوه مش تجي من برا مش مو بانهم يسوونها. فاطمه شلونك مع القهوه؟ تحب القهوه؟ العربية إيه؟ يعني مش صديقتها وايد بس بلاك كوفي بلاك كوفي نفس بعض الناس انا لا الاثنين الاثنين اشربها بس يعني مش كيفه قهوه إيه؟ عربيه دام نتكلم عن البلاك كوفي او عن الاشياء المستحدثه فاطمه شلون توقعين مثلا سالت السؤال ام خلف بس اعطيتني سكيب ما تبي تتخيل توقعين عقب 10 سنين 20 سنه 30 سنه شلون بيكون العيد؟ يلا بالحياة إن شاء الله
ادري احس بيكون ما راح يكون في تواصل. ما احس ليش التشاؤم لا تكفي. انا احس اسحب السؤال خليني جد يعني بقول لك يمكن احنا عشنا ما ادري انا ما ابي اسبق الاحداث وايد بس احس ان عشنا هاي الفتره بس اهم شيء تتفائلوا نتفائل خير انت قلتي لي اتخيل ها اي تخيلي بس تفائلوا احس عشناها فتره الكورونا اوكي في البيت روحنا قوقعتنا بيننا يعني ما في ما كان في زيارات ما كان في اختلاط ما ادري اتخيلها بعدين انها بتكون كذي؟ اي في البيت في طيب نفس فتره كورونا يوم انحرمنا من زياراتنا قدرناها زياده شلون؟ يعني في فترة ان احنا صرنا ما نعرف نزور بعض قدرنا قيمة يمعة الخميس ولا أكيد. زيارة الاهل اكيد فقدناها بس كان فيها الفايدة انه كان لما يعني اذكر انا لان ابوي الله يحفظه يصلي الفجر يصلي صلاة العيد ويروح يعايد يجينا بعدين فوقت يوم جهزنا فطور طيب هو بياخذ اليهال معه؟ لا احنا ما عندنا كلنا كبار يعني ما شاء الله فيوم جهزنا في فطور العيد يطالع يقول انتم كل سنه شي فطوركم؟ قلت له ايش كان اتفقت في فطور العيد عرفتي؟ لان ما شاء الله يروح ميالس يكون مثلا قداهم بدري الساعه 11 10 ونص هاي فترة الغداء يعني يمكن أم خلف تقدر تقول لنا في عوائل اللي ايوه احنا قيل نقعد ما عندنا عريش ما في عريش عندنا ليوان ما في احسن منه نقعد شال ليوان حاري يمه ما تفرق لا ما يفرق معنا شو لا يفرق يمه هذا قطر حار برد ربيع خريف يعني الشهر كله زين الحمد لله وحلو يا محلاها حق الحريم الكبار اذا نقعدوا في الحوش او نشلوا ام عينهم وداهم البحر يغسلونها هاي الربا هاي الرضا يوم انت الحين يوم تقولين حار ولا برد فينا قناعه اي والله قناعه فينا في بلادنا قطر ما في احسن منه يقول لك يا زين يا زين القهوه ويا زين القهوه مع سائحه البال في مقعد ما لقينا مثاله هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثاله هاي على الرفيق هاي على الربع هاي على الاصدقاء الله يطول في عمرك ما يعطيك الصحه هذا والعافيه وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا بداله يا زين يما احنا قاعدين وياك وبنسولف ان شاء الله وياك لكن وقتنا خلص اكيد احنا بنتم نسولف وياك حتى عقب الحلقه مشاهدينا اكيد مشاهدينا مستمعين نشكر ضيفاتنا اكيد نشكر ضيفاتنا الموجودين معنا في الاستديو ام خلف مزدلفة وأيضا فاطمة العلي وأيضا الأطفال اللي موجودين معنا ولين هني نكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا اليوم من صباح العيد وقبل الختام أكيد نتقدم بالشكر الجزيل إلى محل لحم حفظت الاسم بستاش أند مور بستاش أند مور لتقديمهم الفوالة والورد أشوفكم إن شاء الله بكرة في صباح العيد انتظرونا الساعة 9 ولا تنسون ترشوا لنا صوركم عندنا مسابقة ونشوفكم على خير مع السلامة